حول هذا الموضوع ينضم إلينا من هناك مراسلنا جاسم الهميم. جاسم مساء الخير، هل من تفاصيل حول ما جرى وانهيار البناية؟ تفضل. نعم أهلا وسهلا بك، بالحقيقة أنا متواجد الآن في شارع الجمهورية القريب على المراقد المقدسة في محافظة كربلاء، وأيضا موقع الحدث اللي أصبح اليوم في الساعة 11 صباحا بانهيار مصرف الرافدين التابع للحكومة العراقية. هناك بعض الإصابات فيما يخص هذا الانهيار، هناك شهود عيان أيضا سوف يتحدثون عن هذا المكان. السلام عليكم. السلام عليكم. اللي حصل بالضبط، يعني أنتم كنتوا متواجدين بموقع الحدث، شنو اللي صار؟ والله ما فجأة جاي فلشوه من فوق ووقع المبنى كله على العالم جوه هنا. يعني الإصابات أكو موجودة؟ طفل واحد أعتقد وشالوا الشباب. تمام. أيه. شنو السبب الانهيار اللي صار؟ والله يعني أخطاء، يعني المفروض تفليش غلط يعني أكيد. والله وجهة نظرك شنو؟ والله وجهة نظري كانت تفليش من الخلف فصار الانهيار من الأمام، فماكو المفروض يسوون قطع طرق. يعني هو المفروض انه يخلون مثلا شريط، شلون هذا الشريط يعني ممنوع ال... اي نعم قطعون الطرق عم بعد يشتغلوا براحته، لان امام الناس هاي من الطريق مفتوح، ناس رايحه وناس جايه، فصار انهيار وكان شخص واحد هنا. زين، انا اللي اعرف انه هذا المصرف تابع لجهات حكوميه، يعني مصرف تابع مصرف حكومي صحيح؟ زين، شنو الاليه يعني على اساس شلون منو اللي فلشه وعلى اساس شنو فلش؟ صار الاساس صار انه العتبه العباسيه لتوسعه الحرمين الشرفين، يعني وكان الحكومه صار العتبه العتبات المقدسه. يعني هم اشتروا من عندهم. صار التفليش صار من الصبح، من الصبح كان اي لحد هو لحد ما صار الحادث توقف التفليش. يعني المكان اللي بالبدايه اللي انهدم كان خلف المصرف، ما كانوا حاسبين حسابه صحيح، يعني لو اكو يعني مشكله صارت لو شنو المشكله؟ يعني كان تفليش من الخلف، انهارت هي من الامام البنايه، بس انهيارها مثل ما تلاحظ بالكاميرا صار انهيار من الامام، وتفليش كان من الخلف، كان شخص هم انصاب طلعناه احنا يعني واخذوه المستشفى ما نعرف. الدفاع المدني يعني شلون كانت سرعه استجابته؟ لا الحمد لله كانت استجابته سريعه، يعني خلال خمس دقائق تواجدوا كلهم هنا بالحادثه. ايه. وصار قطع طرق ورا الاسعافات كلها اجت مجهول، والله يعني ما قصروا بصراحه. ايه. نعم بالحقيقة هذه يعني مجمل ما حدث بموقع هذا الانهيار مصرف الرافدين، انه هذا المصرف تابع للجهات الحكومية، تابع لحكومة محافظة كربلاء. هناك توسعة فيما يخص موضوع المناطق القريبة على مراقد الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس بشراء بعض الأماكن التجارية لتوسعة ضريح أو المراقد القريبة على هذه المنطقة، فحصل هناك انهيار بسبب تخطيط بالتهديم بصورة قد تكون غير دقيقة، ولكن حصل ما حصل، وهناك إصابة لطفل ونقل على أثرها إلى المستشفى. زين لك.